تربية محمود الجراح في إدارة الإعلام حاجة كده تفرح يعني. بنرن عليها نشوفه. دكتور محمد فوزي أهلا بحضرتك، إحنا على الهوا. يا دكتور محمد علي صوتك شوية، إحنا على الهوا. ألو، أيوة يا أستاذ أبو المعافي. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد، عامل إيه أخبارك؟ الحمد لله، ربنا يكرمك، كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والخير والسعادة والسكر الزيادة يا رب إن شاء الله. عاوزين نعرف منك النهارده، ما تبعتليش الصور بتاعت الاجتماع، كنت عاوز اطلعها للجمهور، بس مش قضيه بقى، قول لنا انت النهارده ماذا دار في لقاء معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي مع اللجنه الخماسيه برئاسه عمرو بيك جناين وعضويه طبعا محمد فضل واحمد عبد الله وجمال محمد علي وسحر عبد الحق. والله انا الاول برحب بحضرتك وبرحب بكل الساده المشاهدين ومتابعينك طبعا، وكل سنه وهم طيبين وانت بالصحه والعافيه ان شاء الله. خلينا اقول لك ان نبدا بقى من اول اليوم بقى يا استاذ ابو المعاطي. لا، ابدا بالدوري الاول، ابدا بالدوري، الجمهور عاوز الدوري. طيب هو كان في اجتماع مهم طبعا في مقر وزاره الشباب والرياضه. الاجتماع طبعا كان بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وكان موجود طبعا الدكتور احمد الشيخ وكل وزاره رئيس الاداره ما تزالش في مكتب الوزير مع اللجنه الخماسيه. ما تعلي صوتك شويه يا محمد بعد اذنك يا دكتور. سامعني كويس كده؟ ايوه كده كويس، علي الصوت كده جلجل، ده انت اصغر متحدث رسمي في وزاره. شكرا. الله يكرمك يا دكتور، اتفضل دكتور محمد. الاجتماع طبعا كان موجود فيه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبحضور الدكتور احمد الشيخ رئيس الاداره المركزيه لشؤون مكتب الوزير. اهلا وسهلا. وبحضور اعضاء اللجنه الخماسيه برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني. الاجتماع كان مفاده بحث الرؤيه الفنيه اللي وضعها الاتحاد بشان وضع الدوري الممتاز خلال المرحله المقبله. ايوه. ايه هي بقى المرحله المقبله؟ اذا ما عاد النشاط وفقا لرؤيه الدوله. طيب لو الدوله قالت احنا هنرجع النشاط الشهر الجاي او الشهر اللي بعديه، فلازم يكون في استعدادات من قبل الاتحاد كره القدم. ايوه. ايه هي اهم الاستعدادات ديت او ايه اللي تناوله الاجتماع؟ ايوه. الاجتماع تناول مناقشه الرؤيه الفنيه وكمان الاستعدادات اللي المفروض هيقام عليها مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة اللي هتتم إن شاء الله إذا ما الدولة قررت عودة النشاط. أيوة. ده كان يعني في الآخر استطلاع رأي اتحاد الكورة ووضع الأمر برمته أمام مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من خلال والوزير اتعرف على رؤية اتحاد الكورة ورؤساء الأندية. ده مهم جدا في الجزئيه اللي حضرتك ذكرتها. وكمان الاجتماع تضمن الاجراءات والضوابط الخاصه باجراء انتخابات مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم في اطار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكره القدم وفي ضوء ملابسات الموقف الحالي زي ما قلنا، والخاصه باجراءات الحكومه المصريه لمواجهه انتشار وتداعيات فيروس كورونا. وكمان الوزير النهارده بصراحه يعني اثنى على جهود اللجنه الخماسيه في اعداد الرؤيه الفنيه الكامله حال استئناف الدوري، موضحا كمان ومؤكدا على التنسيق الكامل ما بين الوزاره واتحاد كره القدم في هذا الشان. اي طب في جزئيه انت قلتها مهمه، في انتخابات لاتحاد الكوره؟ احنا بنقول كانت مناقشه عامه كلها مناقشه عامه. بس كان تحديدا الرؤيه الفنيه الخاصه بالاستادات كمان اللي هتستضيف مباريات الدوري العام اذا رجع وفقا لرؤيه الدوله المصريه. ده مهم جدا. طيب دكتور فوزي النهارده، طيب ايه الانشطه الاخرى اللي كانت للوزير؟ كنت سامع ان هو والدكتور حسن مصطفى كانوا في جوله النهارده عشان يطمنوا على استعداد مصر لكاس العالم لكره اليد للكبار 2021 سوري 21 2021. يمكن النهارده الصبح كان في لقاء مهم وجوله تفقديه لوزير الشباب والرياضه مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد وعضو اللجنه وعضو المكتب التنفيذي للجنه الاولمبيه الدوليه. دكتور حسن طبعا قيمه رياضيه مصريه عظيمه كلها طبعا طبعا فيها. طبعا تفقدوا الاعمال الانشائيه الجاريه حاليا في صاله 6 اكتوبر اللي بتعتبر من افضل الصالات المغطاه على مستوى العالم، وده ما اكده الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد.
الصالة بتسع لما يقرب من 4500 متفرج، هتستضيف أحد مجموعات بطولة العالم لكرة اليد. الجولة كمان شملت الصالة المغطاة، مقر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، هيبقى في مقر جديد للاتحاد الإفريقي المصري لكرة اليد والأكاديمية الإفريقية لكرة اليد، وكمان في فندق للاعبين بيضم ما يقرب من 40 غرفة. تمام. كمان الوزير قال ان حجم الاعمال الجاريه حاليا تم الانتهاء من نسبه 80% من الانشاءات الجاريه في الصاله، وكمان قال ان شاء الله على شهر اكتوبر القادم هيكون تم الانتهاء تماما من الصاله المغطاه، مع التاكيد على الانتهاء من كافه الاعمال المتبقيه في اسرع وقت ممكن. احساسك يا دكتور محمد، سيعود الدوري ام لا؟ والله انا بس يعني انا هستغل طبعا او هستثمر بمعنى ادق البرنامج حضرتك، الله يحفظك يا دكتور، ان احنا يا ريت الاول عشان يكون عندنا الاحلام بتاعتنا عايزين نحققها والامنيات بتاعتنا عايزين نحققها، ان احنا نلتزم بتعليمات وزارة الصحة. طبعا 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 طبعا، توجيه رائع من حضرتك للكل. فأنا بستثمر دلوقتي وجودي مع حضرتك، أرجوكم رجاء الجميع يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا. إيه هي الإجراءات الاحترازية؟ حاجات البسيطة اللي عليها منظمة الصحة صحيح العالمية صحيح، واللي بتأكد على وزارة الصحة نلتزم إن شاء الله كله يلتزم، وبعد كده نقدر نقول الحياة هترجع ولا لأ بالنسبة للأنشطة الرياضية إن شاء الله ترجع. وفقا لرؤية الدولة مهم جدا، رؤية الدولة هي المسؤولة، الدولة طبعا حفاظها الأول والأخير وهمها الأول والأخير هو المواطن المصري. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبذل جهود حثيثة، الحكومة بتبذل جهود حثيثة وكبيرة، كل صحيح سبق الشعب بخطوات والله، يعني في الموضوع ده موضوع كورونا ده الحمد لله، يعني علشان احنا يمكن احنا احسن من غيرنا فعلا. الحمد لله الحمد لله، ربنا يلطف بينا ربنا يلطف بينا. بس نتبع الاجراءات يا استاذ ابو المعطل. ان شاء الله نتبع الاجراءات ونحافظ على نفسنا ونحافظ على بلدنا ونحاصر هذا الوباء باذن الله وبركه سيدنا النبي وآل البيت والشهر الكريم. شاكر لحضرتك جدا دكتور محمد فوزي. الصوره تبقى عندك دلوقتي. طيب يا حبيب قلبي، شاكر جدا للدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. شكرا يا دكتور، الف شكر. مع السلامه. مع السلامه. انا الحمد لله راجل بشتغل صحافه، اقول كل حاجه عندي بمعلومات وبمصادرها. في موضوع عوده الدوري لا يوجد موقف من رؤساء الانديه الذين طلبوا بالغاء الدوري، ولا يوجد موقف من رؤساء الانديه الذين يطالبون باستمرار الدوري. اعمل مهنيا، انقل اراء الناس. نقلت وجهه نظر محمد بن صلحي وماجد بسامي عن الانديه المتحمسه لالغاء الدوري وفقا لرؤيتها ومبرراتها ووجهه نظر النادي الاهلي، ايضا تعرفنا عليها من خلال حوار محمد بن صلحي مع الكابتن محمود الخطيب، وان رئيس نادي الزمالك لا يقود الانديه، الانديه دي فيها شخصيات عظيمه وشخصيات محترمه تدير 100 زي مرتضى، تدير 100 زي مرتضى، ولا يتحركون من منطلق انتماء لهذا النادي او ذاك، مش زملكاويه ويبقوا ضدنا، والمساله فيها ارتباك. امبارح باكر سليم طلع قال لك احنا لا مع عوده مع استمرار الدوري، وفي خطاب واصل من نادي المقص، والمقص مقدم موسم سيء، ففي دربك. احنا كلنا هنبقى مع ما تقرره الدوله. الدوله ليها مين؟ مجلس الوزراء ومجلس اداره الازمات، واللي يقولوا نلعب دوري نلعب، ما نلعبش. ليه؟ لان هم عندهم داتا ودوكيومنت وقدره على التحليل اكتر من اي فرد. كابتن محمد فضل اكد لي عشان يبقى وجهه نظر اتحاد الكوره معانا ان اتحاد الكوره ملتزم بقرار الدوله، وغير يعني ما بيشترطش لازم تكمل. قال لك ان الكاس لن يلغى لان ده مرتبط بتقليص الجمعيه العموميه للاتحاد المصري لكره القدم، قال هيقام اي وقت واللي باقي فيه 9 ماتشات والدنيا تستمر. عاوز بس اشكر اصدقائي وحبايبي على الفيسبوك واليوتيوب، بس لانهم بصراحه يعني بيخجلوني بكريم رسائلهم اللي الزملاء بيحولوها لي. المهندس ابراهيم الشورى من مدينه بدر، مستشار ايمن الشحات من الكويت، شاد الامير قاعد في السعوديه وبيقول انقذونا عايزين نرجع معناش فلوس والشغل واقف والدنيا، محي رمضان، عمرو ممدوح،
عبد الله شرف، عادل عطية، عمر سامي، فكر خضر مصطفى، ايمن رفعت، فتحي رضوان، يوسف محمد علي، ثروت يحيى، واحمد انور، وعاطف سعيد، وكل الناس حبايبنا، وفهد سعود، وكل الناس حبايبنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وبلال عبد الله، وكل الناس حبايبنا بنشكركم، واحمد بلال، احمد بلال بلديات، وكل الناس حبايبنا في كل مكان. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.